أنا قصدي الاستعداد اللي هيبقى جوه البيت. أمي لحد دلوقتي ما تعرفش إني بشتغل رقاصة. ما هي لازم هيجي لها يوم وتعرف يا توح. خايفة من اليوم ده أوي يا مدام. يبقى تقولي لها أحسن. أنا كمان مش عارفة. هتفهم شغلتي إزاي بس؟ مهما كان رد فعلها، تعرف منك أنت أحسن ما تعرف من غيرك. سليمان بينجيب قال لي كده برضه. مفيش حد تاني. إلا إذا كنت ناوية بقى تعتزلي الفن وتروحي معاها البلد. إيه؟ أروح معاها البلد تاني؟ أسيب شغلي؟ ده كل مستقبلي يا مدام. أنا بحب الفن قوي. ده أنا ما صدقت إني اتقدمت خطوة. هرجع تاني البلد. يبقى لازم تكملي يا كاريوكا. أمك بتحبك وهتقفل لك الكلمة دي. أنا عمري ما عملت حاجة غلط. أنا عارفة. نظرة المجتمع المتخلف هي اللي بتبص لنا على إن إحنا غلط. الفن والفنانين يا توحة هنا متهانين قوي قوي. قولي لأمك الحقيقة وما تخافيش من حاجة. إنت شايفة كده يا مدام؟ ومفيش غير كده. إيه؟ رقاصة؟ فنانة ياما، فنانة. فنانة إيه وهباب إيه؟ تشتغلي رقاصة يا تحية؟ يا مصيبتي يا مصيبتي. اسم الله عليكي بس من المصايب. ده الفن ده شيء جميل راقي ومحترم ياما. ولا محترم ايه؟ انتي خليتي فيه احترام. بقى تحيه بنت المعلم علي النداني تشتغل رقاصه. طب اقول للناس ايه؟ اقول لهم ايه؟ قولي لهم بنتي فنانه. انا مش غزيه في الموالد ياما. انا برقص في فرقه من اكبر فرق مصر. فرقه الست بقى دي على مصابني. انتي مش بتجيش على مسرح. عارفه لما برقص كده ورجلي تدب تقول يا ارض تهدي معاكي قدي. يا خيرة الارض تشحي وتبلعلي دلوقتي وتداري كسفتي وهكستي. رقاصه يا بنت بطني رقاصه. انا كان قلبي حاسس، كان قلبي حاسس. يا ريتني ما عرفت طريقك، يا ريتني ما خلفتك اصلا. ابوس ايدك ابوس ايدك. اسمعيني، انا الطريق ده ما اخترتوش، مشيت غصب عني. اتبهدلت وتعبت وشيت. سعر ايه واسم ايه؟ دي شغلانه كل فلوسها حرام. لا لا ياما، بنتك عمرها ما مشيت في الحرام. بنتك عمرها ما تعرف سكة الحرام. بنتك بميت راجل. والله العظيم ياما، ورحمة ابويا في نومته. شعري ده ما اتفرد على كتف راجل ولا هيتفرد على كتف راجل غير في الحلال. ياما الشغلانه دي بعرفها كتير وناسها كبار قوي بيساعدوني كده لوجه الله. واطمني اطمني ياما، كل اللي انا وصلت له ده بمجهودي وعرقي وشقايا. عرقك وسخ وريحته شينة. بتذبحيني بسكينه تلمى ليه بس ياما؟ بيني وبينك ربنا، تحرمي عليا اليوم الدين. ياما ما تقوليش كده. بوس ايدك عشان خاطري. انا هستحمل لحد طلوع الفجر وهاخد بعضي وارجع المنزل. انا ما بقاليش مكاني هنا خلاص. لو سبتيني ياما هموت. لا هيسالني عنك، هقول لهم ضحيه ماتت. بنتي ماتت ماتت. ياما عشان خاطري لازم تفهميني كويس. انا عمري ما عملت حاجه غلط. بيني وبينك طلوع الفجر وهاخد بعضي وامشي. واوعي اوعي تفتكريني، انسي ان ليكي ام. فاهمه؟ طب اطلعي نامي دلوقتي والصباح رباح. فرشتك ما بقتش تساعدني بتاعت مصر. انا خلاص هفضل مكاني هنا لطلوع النهار وهمشي. يعني اقول عليك تمشي وتسيبيني؟ اسيبك؟ ده انت نفسك سبتي نفسك يا بدويه.
حرام من يوم. صعبان عليا قوي ان ربنا ما يجمعناش سوا في الاخره. ليه بس يا ما بتقولي كده؟ حتى ربنا بقلوب، وانت عارفه ان انا قلبي طيب قد ايه. ياما انا ما عملتش حاجه غلط، انا غويت الفن، والفن مش حرام. طب انا راضيه ذمتك في حد يقدر يتكلم على ست ام كلثوم ويجيب سيرتها بحاجه وحشه، ولا مدام بديع، ولا حتى شفيقه القطيه؟ يوم ده الملوك بيحبوهم وبيصاحبوهم وبيقربوا منهم. مالنا احنا بس ومال السكه دي يا بنتي؟ نصيبي مش بايدي، لازم اكمل فيه. والحمد لله انا خلاص اشتغلت في السين، بقيت معروفه كده على قدي. لكن ان شاء الله انت كمان بكره تتشرفي بيا. انا ضحكت على نفسي وعلى الناس في المنزله وقلت لهم انك اتجوزتي في مصر عشان احمي سيرتك وشرفك. الحمد لله سيرتي وشرفي بتصنعي. ازاي بس وانتي بتشتغلي رقاصه؟ فنانه ياما، انا فنانه. بقولك اشتغلت في السيما، يعني ان شاء الله لما ابقى نجمه وكبيره ومشهوره قد الدنيا اللي عنده كلمه هيبلعها. ياما انا مشيت مشوار وفي نجاح طعمه حلو. مشوار ايه بس البعيد ده؟ ده انا ما صدقت لقيتك. ومش هتسيبيني تاني ياما، مش هتسيبيني تاني. انا كمان ما صدقت لقيتك يا بنت حياتي. عايزاكي تكوني لي سند ياما، مش عايزه الغربة يكون جنبي وانتي بكره تتشرفي بيا. عارفه ياما، اول مره في حياتي انا وغمض عليا وانا مش خايفه ومرعوبه. لما خدتيني في حضنك حسيت بالأمان. وحياتي عندك يوم، ورحمة أبويا تحرمني من حضنك دي؟ معاهم؟ لا في أوضتها. طب أنا رايحة لها. توحة، هو في زي التوحة دي؟ ادخل. جبت لك طقمين ملايات للسرير الجديد، انما عسل. عسل زيك، ربنا يخليك ليا يا مدام. وكمان مرتبك زاد 10 جنيه. حبيبتي مدام بديع، بقالك اكتر من 4 ساعات بتتمرني. خايفه مرعوبه من المسؤوليه اللي حطتني فيها المدام. ما انت لازم ترتاحي شويه عشان تقدري تكملي، انت بقيتي تجري في رجليكي من التعب. مش عارفه اقول لك ايه، بقيت حاسه ان ركبي دي بتخبط في بعضها من الرعب. يعني يا ربي المدام رجلي هتتحرق واحنا اعصابنا تتحرق هنا. يا بت البنات كلهم روحوا يرتاحوا وانا وانت بس اللي قاعدين هنا زي قرد قطع. بقول لك ايه يا جماليات، لو عايزه تروحي روحي يا اختي، اما انا من كتر الرعب هقعد هنا لحد الافتتاح. انت كده تبقي بتنتحري. بقول لك هموت من الرعب. قبلتي ليه؟ خلاص طالما قبلتي يبقى خليكي بقى قد المسؤولية. أنا اتدربت على الرقص كويس قوي، لكن المدام عليها صاجات بتخلي الناس عايزة تسمعها حتى من غير مزيكا، وأنا لو طلبوا مني كده مش هعرف. أخبار نجمتنا إيه؟ هموت من الرعب يا أنطوان. لا أنا معرفش عنك كده كاريوكا، أنا اللي أعرفه عنك إنك ما تعرفيش المستحيل. إلا المرة دي هموت من الرعب فعلا، خليكوا جنبي.
روح مالك؟ خايفه مرعوبه حاسه اني ممكن ما انجحش الليله دي. طيب ايه رايك اعمل لك كاس؟ هو احنا فين ولا في ايه بس يا انطوان؟ اتوع حبيبتي الصاله بره الكومبلي فاضل لنا نص ساعه ونرفع الستاره، عايزك تبقي فريش. انطوان بقول لك ايه؟ قلت لك مش هطلع. انا اللي هطلع. تطلعي زي خالتي وانتي رجلك محروقه وبتزكي. هطلع على المسرح واقدم نمرتي يا انطوان. طب وتعملي في نفسك كده ليه بس يا مدام؟ عشان حضرتك خايفه يا توحه، والفنان لما يخاف ما يعرفش يقدم للجمهور بتاعه حاجه، ما يعرفش يبسطه.